منيح، بتشكرك. بنكوري، راسك عم يوجعك؟ في أي مشكلة تانية؟ ايه، هو ما نمت منيح بالكم يوم اللي مرقوا، وهالشي وجع لي راسي بصراحة. بورفا قلقانة عليك كتير، مشان هيك ما خبرت أنك بإجازة مرضية. إلا أني منيحة ومرتاحة، لا تقلق علي، أنا ما عندي مشكلة بهالبيت. طيب أنت ليش ما عم تحكي معها؟ ما حكيتي معها من وقت ما أجيتي له؟ رح أتصل فيها اليوم. ماشي. بانكوري، هاد مو بوت رجالي؟ ايه، هذا البوت انا لقيته بالمستودع، مشان هيك حطيته هون، فكرت اني اعطيه لشي حدا، ما بعرف لمين. شو، في حدا بالبيت؟ لا لا، ما في أي حدا. شو هالحصات؟ كان الصوت عالي كتير. شباك المطبخ تاركته مفتوح، أكيد الهواء وقع شي. خليني أتأكد. دكتور فيدانت. استنوا. سانجو، هذا أنت؟ إيه فيدانت، أنا عم مضي وقت مع خطيبتي، وهذا ضروري قبل ما نتزوج. إيه بس ليش متخبي بالمطبخ؟ بصراحة وقت دق الجرس بانكوري خافت كتير، فكرت الناس رح يلوموها إذا شافوني هون، مشان هيك طلبت مني روح أتخبى بالمطبخ وعملت مثل ما بدي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.